ينضم إلينا من لندن مراسل الغد عمرو المنير. عمرو، المخرجات المتوقعة لاجتماع الأزمة برئاسة ماي وربما الخيارات المطروحة على الطاولة في هذا الاجتماع؟ نعم حازم، بالفعل لا يزال الاجتماع قائما في 10 داونينج ستريت، وبعد ذلك سيلقي وزير الخارجية جيرمي هانت كلمة أمام البرلمان اليوم ليطلعهم على ما قررت الحكومة بشأن ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة. نحن نتحدث ربما المخرجات المتوقعة أنه يجب أن يكون هناك استراتيجية جديدة للقوات المتواجدة في الخليج العربي وخصوصا في منطقة هرمز. هناك تسريبات تقول أن ربما يتم إرسال غواصة نووية إلى المنطقة هناك، وهناك أكثر من قطعة بحرية، بالفعل ربما وصلت إلى 6 قطع بحرية حتى الآن. لكن أيضا المشكلة أن هناك قصور في ميزانية وزارة الدفاع البريطانية منذ نحو 25 عاما، 33 قطعة بحرية كانت متواجدة ضمن قوات البريطانية، قوات البحرية الملكية، الآن أصبحت 19 قطعة تستطيع أن تعمل وتشارك في مثل هذه الأعمال. لكن يبدو أن ربما نستطيع أن نستخلص أن جيرمي هانت سيخرج في محاولة للتهدئة، ولكن بحزم وبشكل صارم، وأن هناك تحويلات أو على الأقل محاولات دبلوماسية، لكن يبدو أن هناك ستكون هناك تحركات عسكرية على الأقل لحماية الناقلات النفط البريطانية. نتحدث عن منطقة الخليج العربي التي يخرج منها حوالي 5 الطاقة في العالم، وهذه منطقة حساسة بالنسبة للعالم، وإذا ما كان هناك مزيد من التوتر فسيؤثر بطبيعة الحال على جميع أنحاء العالم. أشكرك. بأسعار النفط وما إلى ذلك من توترات ربما تصل إلى حرب أو مواجهات عسكرية ما بين بريطانيا وبين إيران، أو على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تدفع المنطقة إلى ذلك. عمرو المنير مراسل الغد كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.